القياس غير قابل للإدارة. معروف أنا والله الحب كم؟ طب بس قول لي كم أحبك مسكين من 1 إلى 10؟ صار قياس مقيوس. أوكي والله أحبك 7 من 10، صار قابل للقياس على الأقل. وبعدين لازم يكون في كرايتيريا، على أي أساس حطيت 7 أو 5 إذا كنت ربنا. فهذا يتعلق كمان في تقييم المخاطر. فالأستاذ تتحدث عن كل شيء يقاس، عدد المضاربات، عدد النفوس، عدد الإصابات، عدد كذا، عدد المستهلك، عدد قطع الغيار، عدد ساعات العمل، كل هاي الأمور كل البروسيس لازم يكون في documented evidence وmeasurable values. فالستاندرد مبني على أساس قيم حقيقية موجودة سموها مؤشرات أداء القياس الأساسي. الحين عندنا في أي قسم أو في إدارة بدنا نعمل نقيس أداء، يجي واحد مثلا الوزير، أوكي، وزير دائرة معينة أو وزير التربية، برضه هو عبارة عن عنده بروسيس وزارة التربية أو التعليم العالي أو الاتفاق، هي في النهاية تعمل تحت مظلة رئاسة الوزراء اللي هي الكلمة وما شابه. الحين المطلوب منه تحسين يجي يسمعنا الحين، تحسين وتطبيق. فبيجي بياخذ النشاطات الدوائر، كل دائرة عندنا تعالوا نشوف تشتغل، خلينا نشوف شو ممكن احنا وضعنا المكان شلون، حابين نضع أهداف نرتقي في الموضوع على شوية. ففي بعض خطة عمل أو مقاسات أو تسمى بالمؤشرات أداء القياس حتى على مستوى شخص. الحين بعد ما ننتهي الدورة حنعطيك نموذج عمل تقييم، تقييم للمحاضرة، تقييم للماتيريال، تقييم للمكان، هذا مؤشر هو أداء قياس. فمثل ما بتعمل للشخص بالعمل للبروسيس، تقييم أداء قسم المشتريات، تقييم أداء قسم كذا وكذا. طب شلون بدي أعرف إنه هذا في القسم قاعد يعمل إمبروفمنت؟ فلازم أول شيء يكون عندنا قاعدة بيانات داتا بيس. فقاعدة البيانات على سبيل المثال المشتريات، أكم من طلب شراء طلع من عندنا، أكم من طلب شراء وصلوا كلهم في الوقت المحدد، أكم من واحد من المزودين رفع علينا السعر، أكم من واحد وصلت الماتيريال كلها بسعر سلام، أكم من واحد وصلت الدمج كذا وكذا. فنأخذ من هذا المنطلق يعني كل واحد في داخل قسمه، قسم الصيانة على سبيل المثال، الصيانة شو مهامنا، وصف وظيفة واحدة إلى أربعة، شو النشاطات اللي نعمل والله صيانة ونحفظ صيانة الألمنيوم، صيانة كذا، صيانة محركة، تم عمود تلزمة، هاي حدثنا. الحين شو القوائم اللي عندي؟ صيانة المضخات، في عندي قائمة شهرية على سبيل المثال، تمام؟ أكم من مرة عملت صيانة حسب النظام؟ أكم من مضخة شغالة تمام؟ كم فترة التعطل لكل مضخة؟ كم كم كم؟ كل هذه المعلومات تنبنى على شكل قاعدة بيانات، لأن لما بدي أعمل أنا تحسين مستمر شلون؟ لازم يكون عندي قاعدة بيانات. فقاعدة البيانات هي عبارة عن مؤشرات أداء قياس لأي قسم إمكان أو لأي بروسيس، فآخذها وأقول أوه قسم على سبيل المثال في عندنا الحمل، والله شهري كل شهر عندنا والله كتبنا 3 NCR reports، 3 non-conformers في اللحامات وفي كذا وكذا غير مطابقة، فصار عندي توثيق. الحين المرحلة بعد أوكي أنا بدي أحسن الآن.